متحدثة باسم رئيس الوزراء الليتواني قالت إن شركة غاز بروم الروسية قررت بيع حصصها في مرفق الغاز الليتواني ليتوفوس دوغوس وشركة الغاز أمبر جريد لشركات مملوكة للدولة الليتوانية. مجلس إدارة شركة غاز بروم اجتمع في موسكو ليقرر ما إذا كان سيوافق على اقتراح من إبسوجي المملوكة للدولة الليتوانية وليتوفوس إنرجية لشراء حصص بعد أن اكتسبت أسهما من إيون من ألمانيا قبل أسبوعين. غاز بروم قبلت الاقتراح وقررت أن تبيع حصصها في أمبر جريد وليتوفوس دوغوس وفق ما ذكرته المتحدثة باسم رئيس الوزراء الليتواني.